ديالي كي دايرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي هو هذاك. اش كتعاودوا يا اختي؟ سبحان الله، هاد الايام الجو مغيم مغيم مغيم، والشتيوه اختي تتصبختي غير شويه شويه اختي، تقول لينا سمحوا لي بزاف. المهم اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بزاف الحوايج، نشارك معكم نهاري ولا صباحي، المهم اي حاجه درتها نتوما معايا، عندي بزاف ما يدار اليوم. وما تنساوش الفيديو ديالي، الا عجبكم الفيديو ديالي تخليوا لي بزاف ديال لايك. لاحظت ان في الفيديوهات الاخيره ما كديروش لايك، راه ما كنتخلصش عليها البنات، ومنحدكم ما كديروش لايك، وانا ما كنتشجعش باش نحط لكم دي فيديو. واللايك راه والله ما كنتخلص عليها، غير كتشجعني فاش كنشوف واحد الحاجه درتها وجاوني بزاف ديال لايك، راه كتعجبني وكيكون الفيديو كيستحق والله العظيم، وكنكون ضاربه عليه ثمن وداكشي، وما كيكونوش البنات لي لايك في خطره في خطره. فهكا لا فيديو ديالي تنبقى نقول واقيلا ما عجبهمش وادي، ومع انه راه كيكون زوين وداكشي، وعاد لي لايك تخليو ان لا فيديو طلع الناس واحد اخرين. واش فهمتوا الفيديو ديالي؟ مع تشوفي لا فيديو ديالي الا جات على خاطرك تخلي لي لايك. غادي ندوزو دابا البنات، غادي نفركو الوجهيه ديالنا ونديرو الروتين ديالنا الصباحي، وعاد نمشيو باش نوجدو الفطور. ديما اختي تشهيت حريشه، والمقله اختي دات عليا ماما، المهم مديوش على صداع البنايه وكاين شي حاجه في الدار. المقله دات عليا ماما الصغيره، اختي ناخذ لها مقله صراحه، ولات مكتسحه هذه، غادي نديرها غير فواحد الطيخبان ما عرفتش الزق اختي ولا لا. المهم اللي درتها انت هو معايا، نصايبو اختي فطور من داكشي ديالي. دابا جيت غادي نغسل وجهي ديالي، لو جي نتوايون ديال بياضي اللي كنشاركو معاكم ديما ياكم. الوغ اختي هاد الشهر ما حملتو ما قبلتو، طوال بزاف فهمتو، مجاوش كنغسل وجهي البنات. شوفو فاش تغسلو وجهكم بلا جي نتوايون، حاولو تخليوه شويه. المهم انا كنهضر على هذا البنات ديال بياضي، زوين بزاف بحال الكريم فاش كتخلي كيعطيك واحد لاكلاص زوين. غادي نخلي فوجي ونمشي نحك سميناتي نغسلو يدي ديالنا. انا اي حاجة درتها خصني نغسل يدي باش لي برودوي ديالي متيتكنطوش، باش كنبقى في حاجة اخرى. كندير التينية ديال فوق هدا، اوو زوين صافي خو. كتعرفو شي تينية واحد اخر قولوها ليا، تنبغي ندير انا ما هو عجبني. كاين هذا ديال باودر، لا باور دانت حتى هو زوين البنات، هذا ديال بيم او ديال بوش بزاف. ودابا اختي نحكي لنا سنانا ونغسلو الوجه ديالنا. شعر الزيت باغا ندوش، معرفتش واش نغسلو ولا لا، حيت خبزة غنمشي للصابون ندير شي طوان شعر. اللي شريت ديك المره شوفوا هانتو بديت درو كامل اللي تيعجبني فهاد الشفار. المهم مشاو تحت نكرر، كيعجبني فهاد الشفار مكينتفوش لك شفارك، ماشي بحال بيرمانو، بيرمانو واخا هكاك كينتفو. المهم نمسح بهاد الفوطه هادي، انا صراحه عندي فوطه في الكري على حساب الدم ديال الحمام، وعندي فوطه في الكحل. هادو يا الناس كنخليهم غير فاش الاخرين كيترسخو هما، وهادي المهم منسخين شويه غير ما مجيش ما عندوش بزاف، هانتوما عارفني انا ما نصيقل صافي. دابا غادي نمشي ليه باش غندير لاكرون والبنيدان ديالي والوجهيه تيكون مزيان ياولي. المهم مديوش على شعري زيت شويه، كنقوي ليه الماسك في الاخر كندم. راه دابا يلا دابا شي لو بونش شي 3 ايام ولا 4 ايام ما غسلتوش. المهم البنات اول حاجه غادي ندير، غادي نجبد البنيدان ديالي، هذا ديال بسمه بوسيل زوين ياكم، و بانسو باش كنديروها هو ديال البنيتانت، و لاكرون ديالي اللي كندير ديما ديال بياضي كوزميتيك بيان سور اللي باقا جديده عندي الراب، كل مره كنجبد وحده هانتوما باش تعرفوا باقا جديده. هذه اللي نزيد فيها يدي حيت عندي واحد الكوان فيه جوج ديال لي زاكرون مع ثلاثه ديال لا كريم ديال الليل ديال لي طاش وداكشي. المهم اختي واخا في الدار واخا الجو مغيم، لاكرون ما تختارش اختي نهائيا. هادي زوينه بزاف كتعطي لك لون. المهم راه ديجا هضرت لكم عليها. غادي ندير البنات هذا الفمي، هذا بوما ليفغ زعما بالعكر الفاتي وداكشي، كان عجبني الديكور ديالو وداكشي باكاجين وداكشي، وقلت ناخذو من
المهم تنصبح من فوق الصباح ناخذ نسيدي حراسنا. فيه لوين كيجي زوين ها كيعطي لون واعر شتو. هذه الطريقه باش نعكر باش نعكر هي فاش كندير اي عكر كندير بحال هكا شتو. علاش تسحب لكم انا راه نفخت فمي حتى المهم غادي نرجعوه هنايا وديما كنحط حدايا لانجيت ولا شي شيفون ولا شي حاجه. خاتني صراحه شي فوطه اللي نخليها غير هذا ضروري تنبغي نمسح يدي هادشي اللي طلع اختي يدي دابا انا اللي فازك خصني دابا شي حاجه باش نشفي يدي باش ماقدرش اختي ماقدرش. المهم عندي كلينكس عندي لانجيت عندي اي حاجه نفتح لكم على البعوده دابا اختي غادي ندوز باش غادي ندير اوبس هاد المجرى اختي فيه شي جن ندير البينيتانت توب توب بوب بوب. هانتو هادشي اللي كندير انا تغوتوش بصاد وفي العشيه اختي فاش كيقرب يجي الزوج وي 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 الزوج ديالي كندير الروتين ديالي الليلي الكريم ديال الليل كنصايب الحجبان ديالي والشعر بيان سيغ ما تنخليوش يتزيت بزاف حيت يتزيت تنغسلوه ولا تزيت لينا واحد المره ولا هذا ماشي مشكل. المهم الواحد يكون نقيقي صافي وري وري صافي اختي ها هو اختي ها انا طيحت السر وانا وها انا والمجر 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 المكاليب شي لاستيك انا طيحت اختي السر وما بقيتش اختي صفراء ماشي بالضروره الماكياج بزاف وهادي وهادي وماشي بالضروره اختي تقولي صفريطه سمحي لي سمحي لي اختي ويلي ما نقدرش نشوف راسي هكا كنبقى صفراء صافي انايا غنمسح مزيان حقاش واحد البانسو تنبقى شي شي خرج ديا من برودوي تنبقى ندهر. المهم نديو شويه صداع البنات صافي ها مشي موجوده الزوينات ديالي والكبيدات والفنات. انا عارفه اختي الجويه بخاوي وانا عارفك اختي بحال السره والبرد هذا وغتبغي تخدمي وغتبغي ديري بزاف ديال الحوايج سورتو انكي عندك تليفون اختي وعندك كونيكسيون الخدمه ديال اورفلام الزوينه الجروب ديالنا اللي فيه فاطمه بوشحال غزاله الفنه ومعها بنوتات فنين وحنا واحد الجروب اللي زوين 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 بزاف بغا البنات خاصكم تحفزوا وخاصكم تجيو ومرحبا بكم والف مرحبا. حاجه واحده كده ديالي غتصوري لا كارت ناسيونال ديالك من اللور من القدام هذه النمره اللي غادي نخليكم ديالنا وفي الصندوق الوسط كده ديالي غادي نخلي لكم اختي غادي نخلي لكم كده ديالي لو ليان ديال الواتساب ديالنا اللي غادي يدخلكم النيشان تبارك الله فاطمه بوشحار على ادخلكم حتى الانستغرام ديالها ادخلكم حتى الانستغرام ديالها في صندوق الوصف بنات تبارك الله مشات لهوليوود مشات لكاليفورنيا مشات لباري مشات للحج وهادشي كامل بسبب اوريفلام وهي اللي خلاتني نزيد نشجع حيت انا شويه معكازه ولكن خلاتني نزيد نشجع اختي باش انا نولي نمشي لهكا دي فواياج كاين لي كادو كاين بزاف ديال الحوايج. عندك اختي تليفون عندي كونيكسيون كنقيل طالعه هابطه علاش اختي هاد الازمات وعلاش اختي هاد العرقاله ندير اختي علاش انا نرجع نخدم على راسي راه معنا تبارك الله ناس عندهم الدكتوره والناس واصل واساسيده وموظفين اختي شكون هذا اللي كاين فلوس. مرحبا بكم والف مرحبا ما تاكزيش ما تاكزيش قولي انا باغا نوصل انا باغا نخدم فقط كتجي كتصوري لنا لاكارت ناسيونال ديالك من اللور من القدام باش هكا باش هكا كنقيدو وما كيكون حتى شي خطا. جروب فن جروب زوين كما كنقول كنقول لكم ديما احسن اختي جروب اختي عندنا هو الجروب ديالنا اللي فيه فاطمه بوشحال غزاله وفيه بزاف ديال البنوتات نبقاو معكم ونشدو معكم يد بيد. فصندوق الوصف البنات شنو هو هو اللي غتلقاو فيه لوليا اللي غادي يدخلكم نيشان ماشي عاد غتبقاو تدخلوا النمره وداك الشيء ليا غادي يدخلك اختي نيشان وغادي تقولي السلام اختي انا اختي باغا نخدم في اوريفلام والله يسهل عليكم والله يفرحكم راه واحد الفرصه اللي زوينه كيولي اختي جيبك عامر تولي اختي دوري ما تبقيش اختي تعيشي على الراجل راه هذا الوقت هذا اختي تكوني اندبوندنت وومن خصك تكوني اختي مستقله براسك يكون عندك واحد الصريف تشري اللي بغيتي تشري ميكاب اي راجل كيعطيك وكيطلب وداك الشيء ولكن اختي ماشي بحال جويبك عامر فما تاكزوش بنيوسات اللي كيقراو بغاو يديروا مراجعه بغات اختي تهلف والديها اللي بغات تعاون راجلها اللي بغات تعاون والديها وكتقرا ولا ما لقاتش خدمه ما كيكون اختي عندك لا شاف لا استحمص انت اختي شافه ديال راسك شحال ما خدمتي شحال ما كتخلصي. غادي نخلي لكم لي سالير البنات ديال الناس هنايا اللي يلاه بادين واما اللي بادي اختي راه ما كاين حتى جوج المليون ثلاثه المليون ربعه المليون ما شاء الله ما حسبناهمش اختي بغينا غير نكونوا بحالهم. فصندوق الوصف كتلقاو هنايا لو تيتخ في لا فيديو وكتلقاو واحد المثلث دير هكا هذاك هو صندوق الوصف هذاك هو الليان اللي تبركوا عليه وغادي نخلي لكم حتى ايباند ليا البنات هذاك هو الليان اللي تبركي عليه اختي واجي واختي ومرحبا بكم ونخدموا ونضحكوا ونشطوا مع بعضياتنا بيان سيغ الجروب راه فيه حتى انا
وبنوتات اللي زوينين ونشدوا ليكم اختي بيد يد في يد. وفي عاود اختي ما بقاها حله فمي طالعه هابطه بلا غرض والناس قاعدين غرضهم وانا اختي ما دايره والو لا ماكسي نقضي غرض فاوريت لهم كون ما كانش فيه الربح كما كيقولوا شي وحدين لا وكذا راه ما غتهزيش اختي الصاك وكتمشي اختي تقي الدور وتدقي على عباد الله لا لا اختي تقزي في دارك كونيكسيو التليفون معززه ومكرمه كتدخلي اختي البينكا يعني كون كانت اوري فلان ما فيها والو واش غتبقى مستمره كره شحال ديال البنات سدات وكره الناس ما بقاو كيتسجلوا فيها ما شاء الله كلشي ولا كيتسجل فيها حيت واحد الفرصه اللي قصيره داغي اختي كتوصلي داغي تتولي تخلصي فالله يسهل عليكم البدا ديالي مرحبا بك والف مرحبا اجي بك البدا ديالنا نخدموا مع بعضياتنا ونديروا يد في يد ونوصلوا ان شاء الله ففي صندوق الوصف قولوا لي ديال الواتساب ايوا اختي ندوز نصايبوا حريشه بالنسبه للحريشه البدا ديالي المهم تشهيتي اختي شي حاجه نودي ديريها دابا راه ما حداك لا ماماك لا والو واخا ماما مسكينه ديما كتصايب لي داكشي اللي بغيت المهم البنات هنايا كندير سميده بيضاء وسميده رقيقه صفراء سميده بيضاء اللي هي سبيسيال كدير ب 90 ريال كنخلطهم بجوج كنديروا الكميه اللي بغيتو كندير شويه ديال الخميره ديال الخبز كندير شويه ديال الخماره شويه ديال العسيله ومليحه وكنسمد داك البيض ديالي بهذا بالزبد بهذا كنسمد بزويت هكا حاولوا انكم تزعموا الزيت باش كتجي ديك الحرشه مفته من الداخل وما عرفت كيفاش كيقولوا لا صافي البيض ديالي وكنسمدها كنسمدها مزيان من موراها كنشد المقله ديالي كندهنوها بشويه الزيت اولا هذه اصلا هاد الخلطه اللي درت راه شويه زعمه انا في الزيت كتفرشوها كي سميده وكتخويو الماء كتحاولوا انكم تخليوها فازكه شحال ما فزكتوها غير ما تكونش فازكه بزاف صافي وكتخليوها تشرب فاش كتخليوها تشرب كتجي زوينه فاش كتفزكوها بزاف الماء كتخليوها تشرب كتجي زوينه البنات جربوها ردوا عليا دابا ها هي شربات لي اختي الحريشه ديالي صافي كندير كركبه فحال هكا بحال هكا بحال هكا نوريكم المهم درت لكم باكو فحقاش على الصداع باش ما ديرونجاوش اختي ديرونجاو ليا ماتنساوش اختي اللي مازال ما دارتش لايك دير لايك شتي دايره كنشوف ها صافي كندير لها فحال هكا ما عرفتش كنعرف ندير الحبه حتى تعلمت انا هذه ماما كثار سهلة سهلة والله ما صعيبة غير زعما ها هي شتو كتعطي الكواويرة حادة ايوا كنجي كنسمدها من الفوق عاد كنحطها في المقلة كندير حتى السميدة هنايا حاولوا البنات فيما تبغوا ديروا حرشه باش تجيكم هكايا مديوره وزوينه وما تشقق لكمش من الجناب حاولوا انكم ديروا شي بول بحال هكايا اللي ما عرفت كيفاش نقول لكم اللي هكا كيحاول انه يجمع لكم تبقاو تدوروا كما قلت لكم وتيجمع لكم جات الحريشه مقاده كتحمق صافي كنسمدها كبدا ديالي او ثاني من الفوق وخا السميده كتكرفص في الطياب وداكشي ولكن اختي راه التسماد اختي هو اللي عليه كلشي فريمون كتجي زوينه هاد الطريقه البنات غير جربوها شويه ديال السميده بيضه وشويه ديال السميده صفراء وخماره الحلوى مليحه العسل وشويه ديال الخميره ديال الدار فريمون كتجي لذيذه بزاف ودابا غادي ندوز اختي باش نطحنوا لافوكا بما ان لافوكا كيقولوا بلي زوينه بزاف قالوها الدكاتره وداكشي واخا شي واحد كيقول لي لا راه كديروا كتفعل لا اختي لافوكا راه زوينه زوينه بزاف الشعر زوينه للجنين الذكاء ديالو بزاف بزاف ديال الحوايج والله ودابا تبارك الله راه ولات رخيصه انا خديتها ب 400 قلب اختي خديتها ب 240 ماشي مشكل سمحوا لي كتوقع صافي البنات دابا غادي ندوز نقلب الحريشه ديالي وما نقول لكم شحال فرحت لقيتها تحمرات وصدقات واعره وخا درت واحد المقله وصافي البنات نعطيكم واحد الحاجه باش تنظموا الوقت ديالكم وانت اختي كتوجدي الفطير ديالك نحاول اختي نغسل الموينات ونحاول نجفف الا ما طاب ليا اتاي ولا ما طابت ليا الحرشه وتكون يدي خفيفه باش ماشي حتى كنفطر وكنتبربر اختي عاد كنغسل الموينات يبقى تابعني الشقه ديما كندير هكا ومنها تيكون هي هذيك جاك الشوع وكتاكلي مزيان المهم الدار البنات نقيه كلشي حاولت انني ندير شويه صنكروه وجففت الكوزينه راكم عارفين قطرت عليها وداكشي ودابا يا اختي غادي نفطر بوحديتي واخا منتي تكون ماكلو ناس احسن حاجه ولكن دابا انا غير بوحديتي الناس طيبت اتاي حريشه بغيو فرحت بزاف عاد فاش كتصدق لكم الحرشه يا سلام سيرتو انا الحرشه كتعجبني اختي تكون محمره مزيان ايوا يا المشاهدين يا اختي ما عمرني ما درت حريشه في داك المقله عرفت شوش فايت درتها ولا ما عمرني ما درتها والله ما عقلت البنات المهم عرفتو حريشتي وكي جات شوفوا حريشتي انا شحال ديال المهم عويصه ديال لافوكا فهاد الكويسه هادي اللي كنخلصو من اس واي كيكي صراحه كانوا غاديين وما قالوا شي 3 ب 70 درهم ما عدت 3 ب 69 درهم المهم ما عقلتش ولا 59 ما عقلتش ولكن انت الموت علاش عارف عليها وين غير كتعجبني ماشي زعما عندها شي حاجه ياكو زويته بلديه حايله وزوينه البنات ولكن ما نعرفش ناخذ هذا حايل المهم ان شاء الله حتي بشي شيخ ولا بابا يطحنوا يجيب لنا الزيت حقاش تيبقى في النهار كامل داك المذاق هو بنين وكلشي ولكن تيبقى في النهار كامل داك المذاق او هنايا حطيت فاكهه هانتوما ندوز قالك زوين والكركاع وداكشي تيزيد زعما الذكاء ديال الوليد قريعه ديال الماء او
حريشتي زوينه واتاي. شوفوا حريشتي، شوفوا 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 حريشتي انا شحال زينه. شوفوا ما شاء الله، شجعوني في الكومونتير وقول لي رجوع الحداقه والتاويل. جات كتحمق يا اختي، جات كتحمق والله الا ما شهيتكم فيها حقكم في الجنه. نعاود نقول لكم بنت الوسط، بغيتي ديري السميده صفر ديريها، انا ما كتعجبنيش اختي السميده صفر، حيت بعض المرات كتكون السميده مزوينه وما كتستقلكش الحرشه. حاولي انك تخلطيها مع سبيسيال اللي هو السميده البيضاء، ما عرفتش واش عندكم في المدينه ديالكم ولا لا. شويه ديال مليحه، شويه خماره الحلوه، شويه خماره الدار، سيله باش كتجينا محمره اولا سنيده، ولكن بالعسل كتحمر اكثر. صافي كتسمديها اختي بزويته الروميه، درت نقيطه زيت البلدي نتي ما قلتهاش لكم، كتسمديها بزويته الروميه. من موراها كديري لها اختي اميها هكا، كتخليها مرقرقه اختي شويه وصافي اختي، وتديريها اختي في المقله، والمقله ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش ناقصه بزاف، تكون اختي هي هذه. صافي بوقت غادي ناخذها اختي. واحد الحاجه فيها هنايا شفتها، ماشي مشكله نمسحها غير كولا ضروري اختي، هادشي اللي هكا. المهم خديت البنات نيو بالونس، شوفوا او يا اختي عرفتو كنت حامقه على فريمون، كنت حامقه على فراسكم قبل ما تخرج نيو بالونس. زعما قبل ما تخرج طوندونس انستغرام وكشي ولي بس وكشي ولي غير اللي راه كيلي كيبيع هادي حتى 500 درهم، كنت كنمشي للخبازه وكنلقاها شحال هادي، اقسم بالله دابا راه شي عامين تنلقاها وتنقول هذيك السبرديله خصني ناخذها زوينه صراحه، وكانت غير رخيصه وما ديها حتى شي واحد وما كانت عندها لا قيمه لا والو. ودابا اختي راه كاين اللي كيباع حتى ب 10000 ريال وحق الله العظيم البنات في المول 450 درهم اختي، باش نعرف انا واش مزيانه ولا. المهم هادشي اختي فيه بزاف. المهم خديت هذه البنات نيو بالونس، خديتها في الكحل وانا تكلخت. دابا انا كومونديت سبرديله من شاين في الكحل كامله، كحله كامله السميله وكلشي. علاش البنات؟ حيت انا تنحتاج سبرديله كحله، كتحتاج فريمون سبرديله كحله كامله، ما كتعجبنيش سبرديله اللي داخل فيها البيض ولا السيور بيضين، لا سبرديله كامله كحله وهي فيها واحد الكتابه انا بيضاء، هذيك ندير لها شي شوف لها شي فيتخ هكايا بيرمانون وغادي غادي نحيد لها، انا بغيتها كامله كحله واعره واعره. لا لقيت لا فوطو غادي نخليها لكم، انا خديتها هالة وعجبتني ضخمه ودايره بحال واحد السبرديله واحد لا مارك اوريجينال ما عرفتش واش غوتشي ولا المهم ما عرفتش. خديتها في الكحل كامله وكان عندي صراحه هذه ناخذها في البلومارين، في البلومارين كيجي واعر بزاف. المهم ها هي البنات، هذه خديتها ب 260 درهم من واحد لاباج البنات في انستغرام، ما عقلتش ابراهيم شي حاجه ولا ما نعرف،
هانتوما غزاله صراحه، عجبتني الكاليتي ديالها زوينه من الصباح اختي ما تصفرش ولا شي حاجه. هانتوما هذه خصني نحيد لها ندير دو سيرفون ونحيد هذه العيبه. ها هي هذه البنات ما عادش بغيت نلبسها، هذه اختي بغيت نلبسها مع كسوة عندي كحله اختي من شيئين. هذيك الكسوة لبستها واقيلا مره واحده، واش لبستها خرجت بيها ولا واقيلا لبستها في الدار. المهم كسوة شيئين كتجي لاصقه وكتجي هنايا الكول ديالها حد هنايا وبالكميمات، وكتجي مع الحاملات كتجي كتحمق. بغيت نضرب بها هكا دي فوطو من تبان ليا الكريشه وتقيش راسي يكونوا هكا طالعين شويه، ونلبس معاهم هاد نيو بالونس وشي صويك اختي وكاسكيت، وندير شي ترانش الفوق ولا شي لعيبه. المهم هذه اللبسه اللي مشى هي. هانتوما هذه البنات خديتها ب 260 درهم، وغادي نوريكم اختي شنو خديت للبيبي ان شاء الله اختي. اول حاجه في البيت ديالي هو هذه، هذه البنات خاصكم اي بنوته حامله تاخذوا. المهم هادشي هذا غنشاركم معكم في انستغرام، نخليكم لاباج وداكشي في انستغرام. اي بنوته اختي حامله هذا شفتو انا ديجا البنات شيئين وشيئين اختي، راه تعطل الروينه. الا بغيتو شي باج اجيو عندي انستغرام باش نبارطاجي معكم لاباج من خديت هادشي. فكبدا ديالي التوب ديالو كيحمق، خديت هاد الباج هذا يا البنات حقاش انا باغا ان شاء الله ندير التيم ديال الوليد ولا البنيه نديرو بالباج. انا كيعجبني الباج النيود، باغا ان شاء الله نشري هكايا داك الغونجمون اللي كدير فيها الكوش وكدير فيها بزاف د الحوايج وكتحطيها عند راسك، ما كيبقاش داكشي مرون. كاينه في شيء الا لقيتها نخليها لكم هنايا. هذيك بغيت نديرها في ناخذها في الباج، ناخذ صويك في الباج، صويك هكا ديال لابيبي في الباج، طويصه فين ندير لي الحليب في الباج، هكا اللوينات اللي يكونوا نيود زوينين. ما عنديش انا بقوه نونسات وداكشي. فاختي اللي كترد هذه فكره واعره، فكره واعره اللي حامله زعما. ها انتم شوفوا هذا كيجي بحال هكا، هذا شفتو عند اخت امير تحيه لها، ديجا انا كنت شفتو في شيئين وانا نقول لها هذا خديتي من شيئين. ها انتم هذه المهم تتزيروها قياس اللي انتم بغيتو. هانتوما ديو شعر الصداع كيجي بحال هكا عرفتو، كتجي شيك وكيجي انيق وكتجلسي اختي وكتردي وليدك. هانتي انت راكي جاب الصدر ديالك كتردي ومقابله الوليد ديالك من هنايا، وتقدري حتى كتقدي شغلك هكا خارجه في الزنقه ومركباه ولا شي حاجه، وتقدري ديري غير هذا وهو راه كيرضى. المهم بزاف بزاف ديال الحوايج. فاش كتمشي عند الناس كتخيل لهم بلاتي راك الرضع عندك يدخل شي راجل، عندك يدخل خوك، عندك يدخل هذا، عطيني شي دره، عطيني هذا، تبقاي اختي مبهدله. اللهم اختي هذا انيق كديري هنايا، وانا ما عرفتش البنات واش غنرد ولا لا. المهم خدينا احتياط ان شاء الله، عندي امل انني نرد الوليد ديالي ولا البنيه باش هكا يكبروا في صحه جيده ان شاء الله. والله يسهل عليكم حتى نتوما في بدات كيجي بحال هكا كبير، وكتجلسي اختي انيقه والوليد ديالك اختي كيرضى. هذا ما كان، هذه فكره واعره واعره فريمون، خاصكم تاخذوا البنات اللي حاملات خاصكم تاخذوا هذا فريمون كينفع وزوين زوين. شوفوا وخديته في الباج هكا، وكتكوني اختي هذا مع راساتك حاطه الوليد ديالك وتتردي اختي، وانتي ماشي مبهدله اروليا شحال اروليا هذا وتبقي تدرقي. لا اختي يكون انسان اختي كلاس ماشي ديكول. المهم ها هو كيجي بحال هكا زويون، وغادي نوريكم البنات اشنو خديت. هذا الحمال يا اختي غزال حتى هو، كانت خدات حتى اختي سيهان. هانتوما نوريكم كيجي على هذا الشكل سميكه. المهم هاد الحمالات البنات انا نخليكم لا فوتو ديالهم هنا باش تعرفوني على اش كنهضر. التوب ديالو كيحمق، هذا ديجا خديتو سيام وعجبني وخديتو حتى انايا. هذه البنات الحمال شي هذا خديتو اكثر من راجلي، حيت الشراج اللي طويل وداكشي بغيتو اختي نحمل ليه الوليد ولا البنيه. كيجي راقي كيجي زوين، انك كتكوني انت غاده مع راساتك دايره اختي غير صويكك والراجل ديالك معاونك وهز لك الوليد ومركبو كياتل كياتك هكا راه كيبقاو صغيورين. فها هو البنات كبير كبير، انا نوريكم الحمامل راكم ما عارفين تيكون بحال الشعر. ها انتم ما عرفتش انا صراحه ما عارفاش كيفاش ندير ليه، حتى ان شاء الله يسهل عليا الله ونولد وكندخل لي فيديو ونشوف. كبير قدو قداش فيه البلاكه ديال لا مارك، وما عرفتش اختي كيفاش كديري ليه، ما نعرف ما صورت يديرو تيجي زوين تيعجبني من تيديرهم صورت تصايبو لي سير. المهم تديرو هكا وكيجي، المهم كتلقاو كامل وكيجي هكا وكيجي هكا وكيجي انيق يا اختي تضربي يا اختي شحال زوين. اول مره غنشري هادشي ديال سميتو اللي عجبني، كديري بحال هكا المهم وتجيبيه وتتاكدي هنايا. المهم هو راه ما هي وما لونها باش تصايبيه تتلوي وتخشي وتتخشي البيبي ديالك هنايا وتتبقي غادا، وتقدري حتى في الدار انت كتشقي وانت مركبه الوليد ديالك، وهادي كتغسلي بميانات هادي شحال خفيفه بيان سور. وصافي كبدا ديالي هادشي اللي خديت انايا وصافي اختي انا فرحانه، هادشي اللي كاين كبدا ديالي. المهم غادي نمشي دابا غادي نتفرج سالي، غادي ندير سالي غنشعل التلفازة دابا يا اختي. طلعنا كامل برهوشات فاش بارطاجيت معكم سالي قلتوا لي رجوة، والله الا عندك الحق حتى حنا كنتفرجوا في سالي. المهم غنجمع هذا الشيء نديرو هنا ياكو
اختي هذا وغادي ندوش بلاش وغادي ندوش. ما عرفتش واش غنحبس لكم لا فيديو هنا ولا لا، حقاش اختي الفيديو كيجي طويل ما كيبغيش تبارطاجي عليا. واخا كتقولوا لي رجوع عرفتي شحال كنفرحه ملي كتبارطاجي فيديو فيه 30 دقيقه. ديك المره ما تحب بارطاجي واحد الفيديو فيه 40 دقيقه الله اعلم، حتى انا وكتفرجوا فيه كتوانسوا. صافي نجمع هاد الميكات وهذا الشيء ونخلي غير هذيك اللي جافه حيت هادو ما كيمشلاش باش نصور انبوكسين في انستغرام. اجو عندك الفيديو ديال انستغرام رجوع شانيل ياكو غنجلس البنات تنتفرج شويه وبلاتي واقيلا عاد ندخل ندوش. غندخل ندوش حقاش شعري تزيت ودابا انا ما عرفتش واش غنغسل شعري ولا لا، انا كيعجبني ندوش كامله. وانا ان شاء الله غدا غنمشي للصالون وغندير سوان وعاود يغسلوا لي شعري والله ما عرفت حيت فاش كيتزيد شعري هكا راه كنكره. المهم نحاول انني نشوف شنو ندير ليه، واش نعاود ندير له هذيك لي بوكل باش غدا هكا فاش نماكي ونخرج نمشي اختي نتهلا في راسي ان شاء الله يكون شعري مقاد ولا غنخليه غير هكا. المهم ما عرفتش ما عرفتش. دابا اختي مازال بريباراسيون دو لا تي في غيسي بلو تار. المهم البنات راني وليت اكتيف في تيك توك، مرحبا بكم اختي في تيك توك. ها التيك توك ديالي هذا جيها المسكينه الله يشافي هذيك البنيه سبحان الله شي هدور عندها تبارك الله وتحفظ تحفظ الحاجه. صافي اختي هي شعلت لي التلفيزه شفت الضو قنطني التيك توك ديالي البنات راه هو رجوع شانيل. البنات كتفرجوا الى ذاك الحال زوين صراحه الفيلم، ولكن ما عرفتش ما حاطينوش في الاولى تلقاهم حاطينو غير شي اييها ما تلقوها البنات تنتفرج فيه تلقوا الحلقه الخامسه وصافي كبدا ديالي جوبونس. غادي نحبس لكم لا فيديو هنايا. الغداء البنات شنو غندير؟ عندي واحد الزعيليك بقى وغادي نسلق بطيطه وغادي نسلق خيزو وصافي غادي ندير شي شليضه. وعندي عصير لافوكا بقى منه واخا انا ما كيعجبنيش عصير لافوكا يطول، كيعجبني تشرب شي بلاص ولكن دابا راجلي ما معايش غيبقى يخسر اللهم نشربو. وصافي خبيز ديال الزرع طاتو ليا ماما وهذا مكان اختي الى ذاق الحال البنات زوين 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 فن صراحه، ولكن اختي ما كيحطوش في الاولى ما تمالهم. المهم انا غنزيد باش نوري لكم زوين مغربي صراحه البنات هاد الفيلم فن والله الا تبعتو. دابا يومين ساليت الحلقات كاملين، ولكن البنات اللي كتعرفوه واش كيديروا في الاولى ولا لا كل واحد ما فهمتش انا ما كنلقاش في الاولى. زوين البنات زوين عجبني وحق الله وزوينه واقيله انهم كيديروا حلقه اثنين ولا اربع ولا مع اثنين والخميس يا اختي. انا فرحانه حيتاش البيبان وين قال لك السيد راه قرب والله اعلم باش ان شاء الله انا نخدم عنده الصالون ديالي حيت شي صاحب لي باقي معطل باش نخدم الصالون ديالي بغيت ان شاء الله. المهم غتسمعوا البنات الهضره بلاتي قلت لكم الفيديو ديالي الباتري فابل قلت لكم الفيديو ديالي ان شاء الله هذا تقدروا تشوفوهم في المارون بحال بحال الصالونجي. غتكمل داري غادي نصايب الصالون تريا وديك تخربق كامل هادشي اللي ناقصني الصبابط راني خديته او بلاكار غنبدل داك بلاكار ديال الكوزينه الفوقاني هذاك المجلخ لحالته اختي فما كتجي كتازمني حيت البنات والله العظيم يلاه خدا راجلي ب 1200 فاش تزوجنا وانا اللي زربت ما عرفتش كليا راسي. وهما كاينين في الفيسبوك بلاكار ديال ام دي اف كيحمقوا العبر اللي بغيتي. هذا نيت اللي جاب لي الصبابط هو اللي غادي نقول له جيب لي داك بلاكار حيت فريمون كواليتي زوينه ونديروها كيف داك اللون اللي عندي في البلاكار ماشي البيض ياكو. ولتحت عاوتاني نصايب عاوتاني بلاكارات شويه بشويه البنات راكم عارفين باش ان شاء الله ما نجي نولد ونقدر بلاكارات اللي حتاني نديرو مخاميه حتى من بعد فهمتوا لان ولدي مازال ما ولا بنتي مازال ما غاديش ميخلو داكشي. وان شاء الله فاش يكبر وليدي ولا بنيتي غادي ندير بابا اختي ديال الخشب ديال الكوزينه انت راك تصاره واخا بابا كتبوا له هو داكشي ولكن الكوزينه اختي راه تيرونوها يقدر يجبد لك شي موس يقدر يجبد لك حاجه الله يستر. غندير بيبا اختي ديال الخشب ونخليه اختي يدردك ويجبد هنا اللي بغى وصافي ان شاء الله باذن الله. ومن هذا المنبر البنات بغيت ربي يفرحكم بغيت ربي سهل عليكم بغيت ربي اي وحده فيكم مشهيه وفي الامنيه ديالها يرزقها الله الذريه الصالحه بغيت ربي يرزقكم الذريه الصالحه ويفرحكم ويعطيكم كل ما كتمناو. وان شاء الله تلقاي راسك حامله هذا الشهر ولا الشهر الجاي غير صبروا وان شاء الله ربي غادي يرزقكم داك الاحساس وغادي وربي عارف علاش ماخر عليكم داك الشيء كل حاجه بالوقيته ديالها. واكيد واحد النهار حتى انت غتسمعي كلمه بابا كلمه ماما عفوا وان شاء الله يسهل لك الله الله يفرحكم. دابا شنو غندير انا طاقه الفيلم حصلتها حصلتها يا بنات. المهم دابا نرميهم غادي ناخذ اختي قوطون ديسك غنمشي ان شاء الله لهذا غنحيد اختي الصباغه باش حيت مابقاتش زوينه بزاف غادي نحيد الصباغه باش فاش ندوش هكا يتنقاو لي ضفيراتي. انا كندير الفيرني عاد كندير الصباغه في شي لون غامق ومع ذلك اختي كتجلخ. وهادو يا البنات قطون ديسكارتي كنضيعهم انا مخلياهم لسميتو شنو غادي ندير غادي
نمشي لسميتو مينيسو ان شاء الله، وغادي نشري اختي هادوك اللي كيحيدوا بهم، تتكون باكيه كبيره كيحيدوا بهم سميتو، حيت انا عندي باكيه ديال القطن. هذيك التوسيط راه جوج جبالي، ولكن غتبقاو يدك مزغبين، تبقى داك الزغب ديال القطن. الا بغيتو البنات ندير لكم شي فيديو نجرب معكم فون دو تان ديال شيكلا، نقولوها ليا ها هو مازال ما جربتوش. قلت لكم الماكله ديالي، المهم غنسالي بسميتو باش نبدا نتفرج. قلت لكم البنات كاينين هكا يكونوا مريبين كنشوفهم في الصالونات، كتمسح لك ما كيبقى لا زغب لا والو، باكي قدا قداش. وصافي البنات ديالي غادي نحيد هاد الصبيغه هادي، وانتم معايا وانا جالسه كنتفرج. ديالي بما انني اختي انا غدا غادي نمشي للصالون وغادي ندير سوان شعري وداكشي، قلت بلا ما نغسل شعري قوه الشامبوانات وداكشي، واخا انا في يدات ديالي ما كيعجبنيش فاش كيتزيد شعري صافي تيخصني ندوش كامله. بيان سور كندوش نهار نهار لو خا البرد انا كندوش بزاف، ولكن ما كنغسل شعري كنغسلو جوج مرات في السيمانه. دابا قلت شنو، قلت نعاود نصايب ليه ديك اللعيبه ديال لي بوكل حقاش تحلو مع سميتو داكشي ما نعاود نصايب ليك اللعبه ديال لي بوكل غير باش غدا ان شاء الله فاش نكون اختي لابسه وداكشي بيبان الشعر هكايا مزيت ومعلك وصافي. واخا انا اختي باغا تدويشه ديال الصح وندوش اختي ونحك شعري ونخوي عليا الماء، ولكن ماشي مشكل. ما انني غدا غادي نمشي للصالون اليوم غنفرك راسي، غندير لي ماسك لوجهي الكوماج، نحك داك المسائل كامله، والشعير ديالي ما غاديش نقيسو بحال اللي غنكمل الدوش غدا في الصالون فاش غيغسلوا ليا شعري، وغادي ندير سوا ونمشي ندير بيديكور ونمشي ندير مانيكور وصافي، ونمشي ندير لاسيغ. المهم ان شاء الله غادي نتهلا في راسي مزيان ونصور لكم ان شاء الله فلوق شنو غندير في النهار. شعري زيت شويه، غادي ندير له شويه ديال شامبوان سيكي في غاسلين، حيت انا ما كنقدرش نقص بشعري مزيت. صافي زيت لي شعري خصني نغسله، شكون بحال تقول لي في لي كومونتير ما كنقدرش اختي، وما كيعجبنيش الناس اللي كيجلسوا شعرهم معلك. ممكن تقلسي بيه في الدار ولكن نهير ماشي مشكل، باش نمشي قايب يا اختي. صافي تزيد لك شعرك غسليه. كنخليها البنات قال لك خليه اختي عاد بدا يتماصيه. ايوا اختي انا نخليه، انا باقا كنصور فيه كندير بوز باش ما يصدعكمش سميتو. انت جبت هذا كندير هادو، المهم راه فايت صورت لكم هاد لاستيكات، كنشد بشي قراصه وكندلوي شي علاش وصافي، ونخليهم في شعري وندخل نتفرج على مثلا فيلم، نوض البنات ندوش وصافي. هادشي اللي كاين حسن بقى انا كل مره ندير في شعري. المهم تبقى ديري لي هكا قال لك سيدي، ما كنديروش بزاف، هذا غير الا تحنسرتو زوينه البنات. باتيست ما عرفتش البنات واش شاركت معكم في منتجات سادسه ولا لا، قالك مارك نيميرو 1. المهم هذا تقريبا قرب يخوي هذا يا البنات، واحد النهار فاش مشينا الشمال ما ديتش معطر الجو، انا مريضه بمعطر الجو بقيت كنطشش ليهم هذا حيت ريحته فنه. صافي تبقاي اختي ديري بحال هكا وفغامو راه زوين، غير هو البنات ما تكثروش منه. هذا المناسبات بحال دابا انا ما بغاش نغسل شعري غدا غاسله خارجه غادي نديرو، اولا تزيد لك شعرك وشعرك باقي نقي وتزيد لك من هنا كديريه، ولا الغد صافي خصك تغسلي شعرك باش تبقاي بيه، وداكشي راه يدير لك اختي القمل ويدير لك. المهم ما كيعجبنيش انا هاد لي برودوي يبقاو في الراس. المهم تيحيد داك الزيت، فريمون تيحيد داك الزيت، وانا ما بغيتش نقوي بزاف. صافي اختي وهادشي اللي كاين، غادي نمشي غادي ندير لويس اختي شعري، وغادي نقول لكم بسلام عليكم الكبدات ديالي. تهلا فراسكم، ما تنساوش الكبدات ديالي تدخلوا عندنا الجروب اوريفلام، غادي نخليكم كما قلت لكم لو ليان ديال الواتساب في صندوق الوصف. مرحبا بكم، الف مرحبا مع فاطمه بوشحا ومع رجوى شعنيل، ونضحكوا هكا مع بعضياتنا ونخدموا مع بعضياتنا، وان شاء الله يكون واحد الفريق زوين بزاف، وراه احسن جروب اوريفلام كنقول لكم في المغرب كامل. صافي الكبدات ديالي هادشي اللي كاين، غادي ندير هاد اللعيبات وصافي. والغدا كما قلت لكم خيزو بطيطه ونسلقهم ونزيدهم اختي على الباربك، تجمين التخليطه مقطعين على القزبر ومعدنوس وبصيله وكمون والخل وزويته، يا سلام مع زعيريكا خبيز ديال الزرع ويصير. ونقدر ندير هذاك سميتو حتى انا شبعانه دابا غير فاطره مزيان شبعانه، نقدر ندير ديك القوقات اللي بقاو لي يتسلقوا يا اختي، وانا تنموت على القوق حيت شرجي ما تيبغيش القوق يا اختي. واو تناكل فيتا كنشبع. وصافي كبدا ديالي هادشي اللي كاين، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي كنبغيكم بزاف.